يا نبيل يا نبيل، كيف لو ما شلوا قول يا بسروال؟ لحظة يا نبيل يا نبيل يا نبيل، منين شلوك؟ منين؟ ما عرفش كلام. لا يتكلم يا نبيل. منين ما عرفش منين شلوك قول يا ما عرفش صح؟ قاع يا نقطة. ها؟ ها؟ منين؟ سأل عبد العليم. سأل عبد العليم؟ قاع وتكلم القاع تغنى. ها؟ تغنى يا نبيل. ها؟ لو ما صرت هذاك اليوم الساعة كم؟ الساعة كم مسبوك؟ الساعة سبعة. وش كنت راح تفعل؟ هنا عندي. ها؟ حسبت. ها؟ منو هذا بعيونه؟ صامت صامت. منو صامت؟ صامت من؟ صامت قائد سريته. انت في المستشفى الميداني ده؟ المستشفى الميداني. عيوني يا اخي الدكتور. عيونك يقعناك. ايش فعلوا لك؟ انا بطاقة. ايش فعلوا لك يا نبيل؟ ايش كانوا يجيبوا لك؟ شاهي. مش تل الشاهي. شاهي. ايش كان داخل الشاهي؟ انا ايش داخل شاهي؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات في اليوم؟ صباح غداء بالليل. بس كان يدي لك شاي بس؟ وأكل. ما كنت تحس حاجة غريبة في الأكل؟ طعم الشاي. طعم الشاي حال زيادة؟ أقول لهم سمنان إبدان. إدمان في بو مادة الإدمان؟ إبدان. ها؟ شاي؟ أين هذا بأي مكان؟ قاع. تكلنا نسمع يقول قاع. كنت تسمع يقول القاع؟ قلنا تقلنا جنان ولا جنان؟ جنان. والثاني ايش اسمه اللي كان يجيب لك الاكل؟ عبد علي. طيب شفت صورهم؟ شفت صورهم؟ هتعرفهم لو جابنا لك صور؟ هتعرف البيت اللي صرت لعنده؟ البيت. تعرف المكان اللي بالقاع؟ ايوه البيت اللي اعرفه. اما كنت ساري لو ادري. طيب انت لوحدك اللي كنت هناك ولا في ناس جنبك؟ في الغرفه الثانيه. كنت تشوفهم؟ الناس مخطوفين زيك يعني؟ لو ما جابوك لهنا كيف لو ما جابوك؟ ادري غسلوا لنا ما بارد. غسل لك ما بارد؟ طيب كان يضربوك؟ طيب كنت تسمع اصحابكم يضربوا السياح ولا من الغرف؟ كان يعلمون يسوي لنا كهرباء انا في صدرك. كان يفعلوا لك كهرباء؟ يا بشر. واه ايش فيك انا؟ مالك لا ايش يكون على الأرض؟ شلو أرضك؟ ها 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 يا نبيل اهدى تعرفه أنت؟ سألها في مدام مسكرين أنت مصامد بس في حاجة حوله. ها؟ حوله أنا في مدام رايد من حوله عن حوله المستشفى أنا ايش في انفك؟ ايش كانوا يجيبوا لك الانفك حاجه ولا شيء؟ هذا كانوا يدوا له حاجه يشوف حشيش. كانوا يدوا لك ساعه السكر مطحون. تعرف لك الانفك شيء ولا شيء؟ عودوا على حشيش. كله حشيش هذا في... حشيش ما يدريش. ها؟ حشيش ما يدريش. هذا شاي بس. شاي فرق. طيب الشاي كيف يا شاي؟ شاي فرق. بيروي. شاي ادمان. شاي رجل شاي طبيعي ادمان على ما براه لو في شيء. يا نبيل. يا نبيل نعم دحين تشعر بحاجة؟ ايش الذي تشعر به الحين؟ شاهيش دي شاهي بس حالي ادمان بس يكون اشتي اوبي وبصبعك وبصبعك وش حصل؟ قد عودوا عم الله اختطف هذا الحين مخدر راح السرقة في المسمار القاع ما عليك تجاوع يا نبيل تجاوع يا نبيل تجاوع انت ايش اسمك؟ ايش اسمك انت؟ ابدا علي داري عبد علي داري ماشي داري اسمه نبيل ثابت الحطاني صار كيف اختبرنا اسمه
نبيل ثابت الحطامي. نبيل ثابت الحطامي متى اختطفه؟ اختطفه في بداية الشهر هذا اللي مشي. في المسيرة القاني؟ لا هو ماشي يتعشى. ايوه ترجع بيدك كمان بيدك. ايوه وماشي يتعشى الساعة 8 في الليل بعدها مسكوه هناك ما اتصل لنا الا انقذوني انا في حالة خطيرة. طبعا ايوه كم صار على المصاري بس هذا الحين هذا مرد شلوا تلفونه يعني بعد ما اتصلوا شلوا تلفونه كانوا يفعلون رسائل من تلفونه صاحب التلفون هذا تعالوا بزقته الساعة 8 بزقته ايوه ايوه وكل يوم يتصل واحد من اها كل يوم صوت يتصل طيب يا استاذ ايوه ايوه اها لا اليوم هذا احنا اليوم سمعنا ما درينا الا قضوا في جرد شو هذا طرف هناك ما حد داري من جد ايه ادب سياره وشافوا الناس او كيف ما حد داري كيف انا اللي ما الحين قال ولا دريت اللي قضناها ما اللي جابوا ما اللي شلوا لهنا صرنا من كتيبة 20 قالوا تعرفوا واحد اسمه نبيل الحطامي قلنا بكتيبتنا اها صرنا نشوفه الحين قد طلعوا المستشفى جابوا هذا بالحاله هذه بدون ملابس كذا بدون ملابس هكذا دلنا من اسمه انه هو جالس هنا بس انا بثابت الحطامي هو في كتيبه 22 عسكري عسكري نبيل يا نبيل يا نبيل عبدو علي وخر السروال شكرا لكم